من صلوات القديس مار غريغوريوس الناريكي. بما أنني بدأت أتكلم معك، أنت الماسك بيديك نسمة الحياة في نفسي الكثيرة الخطايا. أراني أخاف دوما وأرتعد متضايقا، فإنه مرعب ولا يطاق ولا يحد ذكر منبرك العادل الذي لا مهرب منه، حيث سأوبخ على ذنبي يا خالق السماء والأرض، فضلا عن أنه لا شفاء لجراحات البليغة، للوغزات والعضات التي سببها لي بأنياب فم قاتل ذاك الذي يطارد نفسي ليهلكها. كما أنه بحسب قول الحكيم لا مجال للدفاع وقت الحرب، وليس بالكلام يمكننا أن نبرر نفوسنا، ولا يمكن الاحتماء تحت الحجاب، ولا القيام بمهزلة تحت القناع، ولا المثول أمام المحكمة بالكلام المدهن، ولا الخداع بالتنكر أبدا، ولا الكذب بكلمات ملفقة، ولا الهرب بإطلاق الساقين للريح، ولا الإدبار، ولا إلصاق الوجه بالتراب، ولا تثبيت الفم بالغبار، ولا الاختفاء في أعماق الأرض، لأن الأمور المخفية هي واضحة لديك، وما لا يرى مكشوف عندك. براءتي تضمحل وتعود إلى العدم التام، خطاياي ظاهرة وتزداد بدون انقطاع، جرائمي تبقى وأنا أهلك، كفة ميزان أعمال البار خفيفة، وكفة أعمال الإثم ترجح عليها لتوها، استحقاقات أعمال الحسنة ذابت وظلالات تحجرت، الوديعة ضاعت، ومن الآن أجدني تحت خاتم الحكم، ورقة الموت كتبت وعهد الخبر السار أعدم، المحسن حزين والشاكي يفرح، جرقة الملائكة في غم والشيطان يرقص من الفرح، جوق الملائكة ينتحب والشيطان يتهلى، مخازن القتال مملوءة وكنز حافظ الحياة مهيب، حزب العدو يثبت واقفا، والتقدمة التي أعطاناها مالك الحياة أسلمت، هبة الخالق المجانية نسيت وتظل في بحيرات المهلك، حسنات الله يسخر منها وباللعال يبتهج بذلك، نبع الحياة موصود وسم الظلام المتغطرس يصيبني أنا الفاسد، أليس من الأفضل كما سبق وتنبأ صوت الكتاب أن لا يكون الإنسان صور في حشى أمه، ولا أقدم على الولادة، ولا وصل إلى نور الحياة، ولا أحصي في عداد البشر، ولا انتصب ونام بقامته، ولا زين بشكل جميل، ولا وهب زينة العقل، إذا لماذا أخذت بخناقه؟ كثرة الديون المخفية المرعبة التي لا تقوى صم الصخور على حملها، فضلا عن الأجساد الضعيفة، إذن أيها العطوف ارحمني، ارحمني رحمة واسعة، إنما أنت ذاتك وبكلماتك وفمك أمرتنا، أعطل الله هذه التقدمة لتحصلوا على خلاصكم وتكونون قديسين، لأني أريد رحمة لا ذبيحة، وهكذا كن ممجدا أيضا أيها المبارك بهذا النداء، لأن كل شيء منك
ولك جميعنا يؤدي التمجيد آمين.